أهلا وسهلا بكم مرة أخرى من إمارة عجمان. هذا الفيديو شوارع عجمان رقم 2. إن شاء الله بهالفيديو هذا مندردش معاكم ونسولف معاكم. أنا قدام أني أنا في الطريق، خلونا نتعرف عليكم وسولف وياكم بهالفيديو هذا. يعني معلومات عجمان إن شاء الله ناوي أحطها كلها لكم في بالوصف تحت، وإن شاء الله بالأيام القادمة نزل فيديوهات أكثر. أول شيء لأول مرة يشوف هذا الفيديو، معاكم أخوكم محمد الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا اللي ما ضغط لايك يضغط لايك، واللي ما اشترك معنا يشترك معنا. وحياكم الله في قناة أخوكم محمد الكتبي من دولة الإمارات. أنا قاعد حاليا في الفترة هذه أغطي لكم المناطق المميزة والأسواق الجميلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعاتي في الأيام القادمة أني أنا أغطي لكم رأس الخيمة، عجمان أكثر، رأس الخيمة، أم القوين، الفجيرة، أي شيء جديد في الإمارات إن شاء الله بحاول أغطي لكم إن شاء الله، من الأسواق، مناطق سياحية تتعرفون على الأشياء، حتى مدينة العين إن شاء الله بوصلها. يا إخواني اللي حاب يعني يساعدنا بالنقد او يعطينا نصايح او انه يستلم جديدنا، انا عندي بالواتساب ارسل مسجات، يعني اما اسوي فيديو واقدر ابعث لكم مسجات، بحط لكم رقم الواتساب على الشاشه، بس ما عليك انك ترش واتساب او بالوصف تحت بكتبه وبالشاشه، ما عليك ترسل واتساب وتقول انا مشترك معاك على اليوتيوب، على طول انا بضيفك معي، ما بضيفك في الجروب، لا برودكاست اسوي على طول يوم اسوي فيديو ابعثه اللي معي على الواتساب كلهم عشان يوصلكم الجديد الفيديوهات اللي انزلها. بس لا تخافون ما ازعجكم، لا ابعث لكم صباح الخير مساء الخير ادعية وهالسوالف، لا 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 انا ما اسوي هالاشياء هذه، بس اذا عندي فيديو جديد او حاجه جديده ارسلها لكم عن طريق الواتساب. اللي حاب يضيفني رقم على الشاشه ما عندي اي مشكله. مثل ما قلت لكم التغطيه القادمه بتكون ان شاء الله افضل، واللي عنده مقترحات او ناقد او اي شيء اتمنى يكتبه لي في بالواتساب او بالتعليقات. يا اخواني انا تعليقاتكم اقراها كلها، ترى اقراها كلها. خلونا نتكلم شوية منو محمد الكتبي. أنا رحالة، اللهم لك الحمد، فترة ارتحل وهذا، بس هالفترة هذه ما قمت أسافر كثير، وقلت بما أني أنا في الإمارات وما أسافر كثير حاليا الفترة هذه، قلت يلا خلوني أظهر الحياة في الإمارات من أسواق ومن مناطق. وأيضا في هالفيديو هذا ما بذكر تعليقاتكم لأنها كثيرة الصراحة، وما شاء الله يعني اللي يسعدني أني أشوف نفس الناس يسوون تعليقات كل فيديو، ما شاء الله مهتمين يعني، وخاصة من الدول العربية، يزاهم الله ألف خير، واللي ينشر الفيديو لربعه وأصدقائه شيء طيب صراحة، يسعدني. وهذا الشيء أنا صراحة اللي شجعني هو تعليقاتكم ودعمكم اللي يعني يحمسني أني أعطيكم أكثر وأكثر. أدري أني أنا ما بكون مثل اليوتيوبر الباقين وهذا، ولكن أنا عندي محتوى اللهم لك الحمد أني أنا أفتخر فيه أني أظهر لكم الجانب الحقيقي من الحياة والعيش في دولة الإمارات. ما بروح مثلا بصور لكم فقط الأماكن السياحية الغالية ويعني لا لا لا، حتى الشوارع هنشوفوا الشوارع كيف محلاها في إمارة عجمان. هذه شوارع عجمان جميلة، عجمان وفيها مطاعم عجمان، وفيها على الكورنيش صورت لكم الكورنيش، بس إن شاء الله مرة ثانية بروح الكورنيش عجمان وبصور أكثر أكثر عن المطاعم، بتخصص في المطاعم اللي في الكورنيش. وهذه وإن شاء الله بعض الفيديوهات عن دبي بعد قاعد أجهزها حاليا. ما أدري البعض يقول لي هل هذه شغلك؟ لا لا مو بشغلتي، أنا كنت أسافر كثير ما قلت لكم، والحين نغطي لكم في دولة الإمارات، وأتمنى دعمكم يعني للموضوع للفيديوهات اللي أقدمها لكم.
في بالي صراحة فكرة أنا شفتها في بعض المواقع أو القنوات على اليوتيوب يسوونها، أن المتابعين يصورون فيديو يتكلمون أو لمدة تقريبا 30 ثانية ل 40 ثانية. شو رأيكم بهالفكرة هذه؟ هل أنتوا مثلا تقدرون تسوون فيديو تعطون رأيكم عن فيديو سابق، اللي حاب يظهر شكله ما عندي مشكلة، اللي مو بحاب يظهر شكله بعد ما عندي مشكلة، مقطع فيديو عن طريق التليفون على طول انت تصوره وتتكلم، شو رايك عن الفيديو، مثلا اذكر اسم الفيديو اللي انت شاهدته وعجبك وشو تعليقك، مثلا لين دقيقة تقريبا. وخلونا شو رايكم بهالفكرة، انا صراحة توجتني على بالي وحبيت اني اقول لكم اياها، اتمنى تنال على اعجابكم. واللي عنده مقطع يعني يتكلم عن فيديو او عنده تعليق او شيء حاب انه يظهره في اليوتيوب عندي، على طول يسوي هالفيديو عن طريق التليفون او يرسله عن طريق الواتساب الموضح بالشاشه. واتمنى هذه الفكره تنال على اعجابكم، وشوي شوي ان شاء الله ما نطورها ويكون بين تعاون، ان كنتوا تسوون فيديوهات وانا اعرضها لكم على قناتي على اليوتيوب، تتكلمون كلمة أو شيء يعني، بس بعيد عن السياسة، بعيد عن الدين، بعيد يعني عن السياحة، شو رأيكم، شو عندكم في بلدكم، أنت من أي دولة، يعني واحد يذكر اسمه، اسم يعني من أي دولة هو أو وين عايش مثلا، شو تعليق على الفيديوهات أو شو هو يبي يوصل معلومة معينة، شو المناطق السياحية في البلد اللي هو فيه، يعني أي شيء حاب أنه يتكلم فيه على طول يسوي الفيديو يبعثه لي على الواتساب أنا أشوفه، إذا اعتمدته على طول أنزله على قناتي على اليوتيوب. لكل فيديو يعني كل فيديو أنزله على قناتي على اليوتيوب يمكن يكون في مقطع أو مقطعين. المهم إذا عجبتكم هذه الفكرة الرقم على الشاشة، أتمنى تنال على إعجابكم لأن صراحة وايد متحمس عليها. وحين أخليكم تتمشون بشوارع عجمان مع الموسيقى الهادية.
وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى استمتعتوا وعرفناكم أكثر عن شوارع عجمان. هذا الفيديو أخواني الجزء الثاني لتمشيتي في شوارع عجمان. كل المعلومات يا أخواني عن إمارة عجمان بتلقونها بالوصف، حتى الفيديوهات السابقة مثلا موقع المكان ولا شيء على طول بتحصلونها بالوصف تحت. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، إذا عجبكم لا تنسون الضغط على لايك وأيضا مشاركة أصدقائكم، ولا تنسونا اللي حاب يضيفني وعنده مقترحات أو يساعدنا أو نقد أو أي شيء، رقمي على الواتساب موجود بالشاشة أمامكم. حياكم الله، ولا تنسونا الضغط على لايك والاشتراك بالقناة وأيضا متابعتي في مواقع التواصل الاجتماعي. أسعد جدا أني أشوفكم عندي في سناب شات والإنستغرام وأنا أتقبل مقترحاتكم، وإن شاء الله ترقبونا فيديوهات قادمة في أماكن ثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكرا لكم على المشاهدة.